الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أولا أتضمن تضامن كلي مع الصحافي المخضرم الأستاذ توفيق بوعشرين، تضامن من مدينة العروي إقليم الناظور إلى الأخ والصديق توفيق بوعشرين، تحية نضالية. كما تعلمون وكما يعلم الجميع وكما يعلم المتتبعين، لقد تم اقتحام مقر الصحيفة الأخبار اليوم في الدار البيضاء بقوات العمومية 20 يعني أمن مدني، اقتحموا المقر الصحيفة يعني يعني هنايا تنطرحوا عدة تساؤلات، تنطرحوا عدة نقط الاستفهام على الاقتحام ديال الصحيفة ديال الأخبار اليوم. يعني كان عليه يستدعيوه بالاستدعاء إلى المقر الفرقة الوطنية على اي هذا الاقتحام وهذه المبررات اللي دارت اللي اتخذت النيابه العامه يعني كان خاطئا يعني ضد القانون. حنا تنعرفوا القانون وتنعرفوا المجريات ديال القانون على اي بغينا ندخلوا للحيثيات على حساب المداهمه والاقتحام والاعتقال ديال توفيق بوعشرين، وانا على يقين غادي يكون يعني افراج عنه، غادي يكون عليه افراج على يقين. ولكن هنا اللي بغيت نشير المتتبعين مع الاسف السياسيين اللي عندنا هنا في المغرب والمتتبعين والحقوقيين اللي ما عارفينش الحيثيات ديال الاعتقال توفيق بوعشرين، وانا غادي نعطي لكم الحيثيات ديال الاعتقال ديال توفيق بوعشرين وتنسبقها بمدينه العروي باش هاد السياسيين ديال الاحزاب السياسيه وهاد الحقوقيين باش يعرفوا الاسباب ديال توفيق الاعتقال توفيق بوعشرين. يعني كما يعلم الجميع إلى رجعنا لواحد 10 أيام يعني السابقة كان ضيفا على قناة الأجنبية، واحد القنوات الأجنبية وغادي نسميها بين قوسين فرانس 24، يعني هذا هو السبب ديال الاعتقال ديالو عندما كان ضيفا عن محطة فضائية اسمها قناة فرانس 24 عندما وجهته أسئلة نوار دنيا نوار كان في قناة فرانس 24 وتم اللقاء يعني تصريح على القصر وعلى المخزن وعلى بعض الصناديق السوداء وعلى المحاكمات التي قام بها أخ نوش ووزير المالية محمد بوسعيد. يعني هذا هو السبب الرئيسي عندما صرح أمام قناة أجنبية معادية الوحدة الترابية، هذا هو السبب الرئيسي عندما اعتقل توفيق بوعشرين. يكون للعلم المتتبعين والمحللين والسياسيين والحقوقيين السبب الاعتقال توفيق بوعشرين عندما صرح في قنوات أجنبية معادية للوحدة الترابية وفضح المخزن وفضح القصر، ولهذا يعني تنعطيكم الأسباب والحيثيات بلا ما غادي تناقشوني في هذه الأمور هذه. وتنحيي الأحرار نهر الكمر، تنحيي الشعب المغربي، وتأسف ما تنبغيش ندخل في شي تفاصيل لأن أنا عليا ضغوط ما نقدرش نتكلم، لا أنا الفم ديالي مسدود خصني ندير سكوت، ممنوع الكلام في هذا البلد السعيد، ممنوع حرية التعبير، ممنوع نحن في قيود، حنا سدينا الفم ديالنا وعطينا لكم السبب ديال توفيق بوعشرين. وتحية نضالية للجماهير الشعبية.